طبت بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، الظهيرة من الميادين وفيها نسب اقتراع متفاوتة حتى منتصف النهار في الانتخابات النيابية اللبنانية، والنسبة الأقل في بيروت. القسام تتوعد بالرد على استشهاد مجموعة لها فككت منظومة تجسس إسرائيلية متطورة. نتنياهو يتهم الحرس الثوري بنقل أسلحة متقدمة إلى سوريا لاستهداف إسرائيل، ويؤكد أن مواجهة إيران الآن أفضل. روحاني يحذر واشنطن من ندم تاريخي إذا انسحبت من الاتفاق النووي، ويؤكد أن طهران لن تفاوض على قدراتها الدفاعية. أهلا بكم إلى هذه النشرة التي نستهلها من لبنان، حيث يقترب السباق الانتخابي من ساعاته الأخيرة بعد مشاركة كثيفة بالمجمل. إذن تستمر العملية الانتخابية في لبنان من دون إشكالات كبيرة تعطل مسارها، وفيما ترتفع نسبة المشاركة في مختلف الدوائر، سجلت العاصمة بيروت في دائرتها الثانية نسبة غير مرتفعة، وتؤثر كثافة الانتخابات في الحاصل الانتخابي بموجب النظام النسبي للقانون الانتخابي الجديد. وستظل أقلام الاقتراع مفتوحة أمام الناخبين الراغبين في الاقتراع حتى الساعة 7 مساء بتوقيت بيروت. ومعنا من بيروت مراسل ميادين مريم عثمان، ومعنا أيضا من دائرة الشوف علي الزميلة سارة الحاف، وعبد الله ظاهر من دائرة جبل لبنان الأولى وهو معنا من جبيل. البداية معك مريم، في بيروت سجلت أقل نسبة اقتراع حتى الآن، هل نقلت لنا الأجواء لديك لو سمحت؟ نعم يا شكرا لك. قبل 4 ساعات من إقفال صناديق الاقتراع في مراكز الاقتراع في بيروت، اتفقت الماكينات الانتخابية لحزب الله وتيار المستقبل وجمعية المشاريع الخيرية على أن نسبة الاقتراع وصلت إلى 24% في دائرة بيروت الثانية، بينما وصلت إلى 12% في دائرة بيروت الأولى، وهي بالفعل ما نسبة ضئيلة بالنسبة للتوقعات التي كان يتوقعها الأحزاب الأساسية في بيروت. نحن متواجدون الآن في منطقة رمل الظريف بالقرب من عائشة بكر أمام مدرسة رمل الظريف، حيث ما زال يتوافد المقترعون للاقتراع ولكن بنسب ضئيلة. ففي ساعات الظهر من الساعة 12 حتى 3 حتى الآن لم يكن هناك توافد كبير للمقترعين، خصوصا في دائرة بيروت الثانية وبيروت الأولى. دائرة بيروت الثانية هي الدائرة التي سجلت عدد اللوائح الأكبر في لبنان، إذ سجل فيها 9 لوائح، وكان على رأسها لائحة المستقبل لبيروت التي شكلها تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وأبرز المرشحين فيها هو رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس الحكومة السابق تمام سلام. وللمرة الأولى مايا في دائرة بيروت الثانية تم تشكيل لوائح هي من رحم تيار المستقبل، ولكنها تنافس تيار المستقبل، وهي لائحة بيروت الوطن التي شكلها صلاح سلام. كما أيضا اللائحة الثانية التي تنافس تيار المستقبل هي لائحة وحدة بيروت التي شكلها تحالف حزب الله وحركة أمل مع التيار الوطني الحر وجمعية المشاريع الخيرية، وأبرز المرشحين فيها هم
أمين شري تابع لحزب الله. في دائرة بيروت الثانية أيضا لا نريد أن نشير إلى توقعات، ولكن من المرجح أن يحصل فؤاد مخزومي الذي يترأس لائحة لبنان حرزان حاصلا انتخابيا في هذه الدائرة، بينما لا تشير الترشيحات إلى احتمال حصول لائحة صوت الناس التي شكلها المرابطون والناشطون في المجتمع المدني من بدنا الحاسب وحركة الشعب على حاصل انتخابي. نعم مايا، في هذه الدائرة كما نرى ورائي في مركز الاقتراع لا زال الإقبال طفيفا. نعم مريم، كنا نراهن على أنه تزداد لأنه تزداد نسبة الاقتراع بعد ساعات الظهيرة، يعني ساعات الراحة، ولكن لا يبدو أنها ستزداد. نعم مريم، ابقي معنا لو سمحتي، وسننتقل الآن إلى الزميلة سارة الحاف، وهي الآن معنا من دائرة الشوف علي. سارة، يعني في الشوف هناك 6 لوائح تتنافس على 13 مقعدا، الأجواء الانتخابية هل نقلتها لنا لو سمحتي؟ نعم مايا، يعني نحن الآن أصبحنا في علي، يعني هذه لاحظنا الفرق من بعبدة إلى منطقة الشوف وعلي، يعني هنا نسبة الإقبال على الاقتراع ليست كالنسبة التي وصلت فيها في بعبدة، إذ وصلت تخطت نسبة في بعبدة حتى الآن 29% منذ يعني أكثر من ساعة، ربما حتى اللحظة تخطت 30%، بينما هنا في منطقة الشوف فكانت منذ ساعتين حسب الماكينات أكثر من حزب طلعنا يعني وتحدثنا معه، وكانت كلها النسب تتراوح من 14 إلى 17%. مثلا هنا في علي بعض المراكز قالوا لنا أن مثلا هذا المركز الذي نقف نحن أمامه هو مركز جديد، عادة لا يتخذ كمركز انتخابي في الانتخابات السابقة إن كانت النيابية أو البلدية، هذه المرة اتخذ يعني كمركز للاقتراع، فربما الناس لم تصل إليه بشكل واضح، أو حتى يعني بعض الماكينات الانتخابية أطلعتنا أنه عادة وغالبا في علي يعني يصبح الإقبال كثيفا بعد الساعة 4 عصرا، يعني هذا ربما هنا متعارف عليه في علي الوسطى تحديدا مكان وقوفنا. إذا بالنسبة لمنطقة علي الشوف كما نعلم هناك 64 مرشحا يعني يتنافسون على 13 مقعدا، يعني هناك 8 مقاعد للشوف و5 مقاعد لعلي. بالنسبة لتقسيم الشوف هناك 3 موارنة و2 دروز ومقعدان سنة و1 روم كاثوليك، بينما النواب عليهم 2 من الموارنة و2 من الدروز و1 روم أرثوذكس. إذا حتى هذه اللحظة النسب متفاوتة، أكثر من نائب أدلى بصوته من مختلف الأحزاب في منطقة الشوف وفي منطقة علي. كان هناك حديث لرئيس الحزب الديمقراطي طلال إرسلان قال يعني وأكد أنه لابد من فعل شيء تجاه كل الهجرة التي تحصل في البلد، لأن الشباب لا يتأمن لهم ما يجب من فرص عمل، وهذا وضع يدعو أيضا يعني هناك وضع يعني عده بالخطير جدا. تيمور جنبلاط المرشح عن لائحة المصالحة في الجبل أيضا منذ الصباح الباكر وبعد الإدلاء بصوته عند الساعة 9 صباحا في المختارة، وهو يجول على أكثر من مركز لتفقد كل مراكز الاقتراع. لابد من الإشارة مايا أن هناك فقط إشكال بسيط جدا سجل صباح اليوم في هذه الدائرة ولم يسجل غيره، يعني لا يمكن أن نهمل أن عملية الاقتراع هي تجربة انسيابية وسلسة ولا يسجل فيها إشكالات حتى هذه اللحظة، يعني قبل 4 ساعات على إقفال صناديق الاقتراع. هذا بالنسبة للأرقام. نعم مايا. نعم سارة، ابقي معنا لو سمحتي، وسنذهب الآن إلى الزميل عبد الله ظاهر، وهو معنا الآن من جبيل، دائرة جبل لبنان الأولى التي تضم كسروان لفتوح جبيل. عبد الله، في هذه الدائرة هناك منافسة على 7 مقاعد، 6 منها للموارنة، وهناك مقعد شيعي 1. تفضل عبد الله، كل تفاصيل المعركة الانتخابية واليوم الانتخابي لديك لو سمحت. بطبيعة الحال كما قلت مايا تأكيدا لكلامك، نعم المنافسة حامية، وهذا ما تؤكده أرقام أو النسب المئوية التي زودتنا بها الماكينات الانتخابية ماكينة التيار الوطني الحر لنسب المقترعين، حيث أو بلغت في جبيل نحو 30% وفي كسروان نحو 39%، وهذا رقم بحسب متابعين
يعتبر مؤشر كبير جدا إلى أن نسبة الاقتراع من الآن وحتى إقفال صناديق الاقتراع سوف تبلغ مستويات عالية جدا، أتحدث عن كسروان تحديدا. ماكينة حزب الله أفادتنا بأن نسبة المقترعين في كسروان وجبيل يبلغ معدلها بين الدائرتين نحو 33%. أود الإشارة لو سمحت لي مايا إلى بعض الأحداث التي شهدتها هذه الدائرة. تفضل. كان هناك حصل إشكال في بلدة ينوح وهي في جرد جبيل ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة، وأيضا في بلدة لاسة حصل تدافع طفيف تم حله بسرعة ولم يحصل أي إقفال لأي مركز اقتراع كما أشيع، ولكن بالمجمل العام فإن العملية الانتخابية كانت هادئة تماما، ويعني يعني الذين يدعمون أي من المرشحين كان يعني يتحلون بالمسؤولية، وبالتالي لم يكن هناك من أي استفزازات في الشارع. أود الإشارة أيضا لو سمحت لي مايا، قمنا بجولة قبل يعني رسالتنا هذه في الظهيرة إلى بلدة عمشيت، هناك يعني شاهدنا أن مركز الاقتراع الوحيد في البلدة يضم 7 أقلام للذكور والإناث، أمامه كان يعني زحمة كبيرة من المواطنين، يبلغ عدد الناخبين نحو 3600 ناخب، يقترع منهم نحو 2600. وأود الإشارة أيضا بحسب ما أفادنا يعني مواطنون من بلدة علمات وهي في جرد جبيل أيضا أن هناك بطء في العملية الانتخابية هناك تعود إلى عدم فهم أو وعي لدى الناخبين للقانون الانتخابي الجديد مما يؤخر عملية الاقتراع. وأيضا أفادنا مندوبون للوائح بأن عملية نقل المسنين ولا سيما المقاعدين تأخذ وقتا طويلا وجهدا كبيرا. أود الإشارة أيضا لو سمحت لي مايا إلى خبر هام، وهو المكتب الإعلامي لمرشح حزب الله في دائرة جبيل الشيخ حسين الزعيتر نفى نفيا قاطعا ما يتم تداوله عبر الواتساب من خلال تسجيل يدعي هذا الصوت أنه الشيخ حسين الزعيتر، ويدعو الناخبين إلى تسجيل أصواتهم لمصلحة النائب سيمون أبو رمية بحكم أن الشيخ الزعيتر كما يدعي هذا التسجيل الصوتي للواتساب قد أمن فوزه في الانتخابات بحكم يعني نسبة الاقتراع العالية، وهذا ما نفاه المكتب الإعلامي للشيخ حسين الزعيتر وما نفته أيضا الماكينة الإعلامية لحزب الله. نعم عبد الله ابقى معنا لو سمحت. وفي الشأن الانتخابي أيضا الرئيس اللبناني ميشيل عون رأى أن اللبنانيين يمارسون أهم عملية وطنية سياسية، وبعد إدلائه بصوته قال عون أن مجلس النواب هو المؤسسة الأم التي تتوزع منها كل السلطات، كما تمنى أن يمر اليوم الانتخابي من دون حوادث أمنية. اليوم هو عم بيمارسوا فيه اللبنانيين أهم عملية وطنية سياسية. هيدا اليوم بنقوا فيه اللبنانيين الأشخاص يلي بدي يمثلوه 4 سنوات. أغلب البلدان عندهم الاقتراع الإلزامي. نحن عم نعطي الحرية بالاقتراع، بس اللبنانية ما لازم انه يهملوا هالحق هيدا. ثانيا عم يتنازلوا عن حق المحاسبة للنواب. قد ما بتشتركوا كتار، قد ما بتراقبوا بتكونوا كتار، وقد ما بتحاسبوا كتار. يا بيتحاسبوا سياسيا، ثاني مرة ما بتعودوا تمنحون صوتكم. رئيس الحكومة سعد الحريري قال أن لبنان يعيش عرسا انتخابيا، بعد إدلائه بصوته رأى الحريري أن لبنان بخير لكونه يجري انتخابات ديمقراطية وسط ما يحصل حوله.
الله يعني كل مواطن لبناني يجب عليه أنه يقدم على هالانتخابات ليؤدي واجبه الوطني ليصوت للناس اللي بدهم إياه بده إياه، وهذا الشيء اللي بيخلي البلد بعافية. العملية الديمقراطية في دائرة المتن في جبل لبنان تجري بطريقة هادئة، ولم يسجل وفق مراسلين أي إشكالات. نسبة الاقتراع تجاوزت 27%. أنا أمدي واجبي وإن شاء الله تكون النتائج تحترم حقيقة الديمقراطية بلبنان، ما يكون في ولا أي غش لهذه العملية الانتخابية، ما يكون في ضغوطات على الناس، نترك الناس تنتخب بحرية. نحن نتمنى أن المواطن يجي يعبر عن رأيه وفق القانون الحالي، عنده الحرية التامة يختار اللي بده إياه، الشخص اللي هو بريده، وهيك بيكون المواطن فعلا عم يعطي صوته وعم بيشارك بعملية ديمقراطية. إلى البقاع شرق لبنان حيث أيضا يجري الاستحقاق الديمقراطي ومن دون أي إشكالات تذكر. أما نسبة الاقتراع وفق مراسلنا فقد تجاوزت 30%. نستطيع أن نقول أن الناس ستكون أوفياء لدماء الشهداء، سوف تصوت بصوت عال وفاء للمقاومة ولدماء المقاومة، خاصة في هذه المنطقة التي عانت معاناته من الإرهاب التكفيري، وبالتالي اليوم ستكون بعلبك الهرم الوفية لسيد المقاومة ووفية لدماء الشهداء، وفية لهذا الخط وهذا النهج. هذا مع احترامنا لكل المرشحين، ولكن نحن نقول أن هناك لائحة تمثل نبض الشارع البعلبكي والهرماني، تمثل نبض المقاومة، تمثل التضحية الذي قدمها هؤلاء الأبطال الذين فدوا أنفسهم لكي نبقى في هذا البلد ونقوم بهذه العملية الانتخابية الديمقراطية. في الدوائر الانتخابية الثلاث بجنوب لبنان يواصل الناخبون عملية الاقتراع، ووفقا للماكينة الانتخابية فقد تجاوزت نسبة الاقتراع في بعض الدوائر 30%. مرشحو تحالف حركة أمل وحزب الله شددوا على أن هذا الاستحقاق يثبت أن لبنان بلد الحرية والديمقراطية، لافتين إلى أن المقاومة لا تزال حاجة للبنان. لبنان يسجل في خلال هذا النهار تجربة هامة جدا، يرسل رسالة إلى العالم أنه هو لبنان بلد مستقر، بلد حريات، بلد ديمقراطي، بلد تنوع، بلد قبول الآخر. فطبعا هذا أمر جيد جدا، إضافة أنه نحن اليوم نقوم بتجديد دم المؤسسة الدستورية في لبنان، وهذه الحكومة القادمة إن شاء الله والمجلس النيابي القادم أمامهم كثير من التحديات. يعني هذا اللي مننبه منه دائما، بانه يعني من يراقب السلوك الاسرائيلي، المواقف الاسرائيليه، الاعتداءات الاسرائيليه، الجدار الفاصل الاسرائيلي، التعدي الاسرائيلي على الموارد اللبنانيه في النفط والغاز، على الخرق اليومي للسياده، كل ذلك يفضي الى نتيجه واحده اسمها انه المقاومه لا تزال محل حاجه حيويه واستراتيجيه للدفاع عن البلد. وهذا يعني بشكل الركيزه الاساسيه لخطابنا السياسي، وبرأي الناس اللي عم تشوفيهم هوني كلهم يعرفون هذا الأمر جيدا ويؤمنون به إيمانا عميقا، ونحن مقبلون على مرحلة صعبة خلال الفترة المقبلة تتسم بعدم الاستقرار، وربما الاتجاه العام على المستوى الإقليمي والدولي هو إلى التصعيد، وهذا الأمر يجب أن نأخذه جميعا بعين الاعتبار، وهذا بحفزنا أكثر وأكثر. تنتهي الانتخابات غدا يوم آخر، هناك حاجة كبيرة للوحدة الوطنية. نعود إلى شبكة المراسلين المنتشرة في كامل الدوائر الانتخابية في لبنان، وأعود تحديدا إلى الزميلة سارة الحاف وهي معنا من دائرة الشوف علي. وكما ذكرت سارة أنه من المنتظر أن تزداد نسبة الاقتراع مع مرور الوقت، ولكن بطبيعة الحال لم يتبقى الكثير من الوقت أمامنا، فقط سارة 4 ساعات. هل نقلت لنا الأجواء لديك؟ نعم، ذلك مايا، يعني اصبحت الساعة الثالثة، ونأخذ اكثر في تفاصيل هذه الدائرة. معنا هنا احد المقترعين الشباب الذين يعني قال لي انه انتخب منذ الساعة الثامنة صباحا للانتخاب. يعني كنت متحمسا فعليا لممارسة هذه العملية الديمقراطية. انا توجهت على مركز واتخذت لائحة ضمانة الجبل هل أنت متحمس فعليا لخوض هذه الانتخابات؟ يعني كنت متحمسا، لاحظت أن هناك حماس من جيل الشباب للمشاركة في عملية الاقتراع. الشباب والصبية هن معنيين بهالموضوع، ومعنيين يختاروا الناس الصح بالمحل الصح،
يعني الناس اليوم شبعت شعارات وهمية، ويعني في أسامي لوايح كثير. في عندك نحن لائحة ضمان. نعم سارة شكرا لك، ولكن يبدو أن الصورة تتقطع وحتى الصوت. ننتقل أو نعود إلى الزميلة مريم عثمان وهي معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. مريم، كنا نتحدث أن نسبة الاقتراع هي الأقل في لبنان، وهذا الأمر ربما هو مفاجئ للعديد من المراقبين. هل نقلتي لنا كيف يتبدل المشهد لديك لو سمحتي؟ نعم، يا قبل 4 ساعات من إقفال صناديق الاقتراع، أود الإشارة مايا أننا منذ ساعات الصباح الأولى تناقلنا أنا والزميل محمد محسن وفريق العمل في مختلف المناطق البيروتية. شاهدنا في ساعات الصباح الأولى إقبال يمكن أن نقول أنه كثيف على صناديق الاقتراع، ولكنه تراجع مع تقدم ساعات النهار وما زال يتراجع حتى الآن، إذ لا نشهد إقبالا كثيفا على صناديق الاقتراع كما راهن المراقبون على أنه سيزداد بعد ساعات الظهيرة. 4 ساعات على إقفال صناديق الاقتراع، لا نعلم ما إذا كانت نسبة الاقتراع ستزداد مايا أم لا. نحن موجودون على الأرض وسنراقب بخطوة بخطوة كيف ستتطور الأمور على الأرض مايا. نعم مريم، شكرا جزيلا لك، وسأنتقل إلى الزميل محمد الساحلي وهو معنا من البقاع الغربي وتحديدا من منطقة جب جنين. محمد، هل نقلت لنا الصورة لديك؟ نعم مايا، كما كل دوائر لبنان وكما أيضا دوائر البقاع، جب جنين أو منطقة البقاع الغربي ورشية أيضا النسب ما زالت متدنية. بآخر النشرات التي قدمتها المديرية العامة لأمن الداخلي تتحدث عن نسبة 27.4% من نسبة المقترعين في بلدات ومدن البقاع الغربي. بطبيعة الأحوال مايا تتفاوت هذه النسبة، فبحسب الماكينات الانتخابية هناك بلدات وصل الاقتراع بها إلى ما يقارب الحوالي 44%، وهناك كمشغرة نسبة الاقتراع بها لم تتجاوز حتى الآن نسبة 20%. تتنافس بطبيعة الأحوال هنا مايا 3 لوائح، اللائحة التي يدعمها الوزير السابق عبد الرحيم مراد ومتحالفة مع حزب الله وحركة أمل، بالإضافة إلى الوزير أيضا النائب عفوا السابق إلي الفرزلي بوجه تحالف تيار المستقبل. بطبيعة الأحوال كما كل البقاع بالفعل هناك مؤشر غريب بالنسبة للانتخابات التي كانت قبل هذه الانتخابات. النسب فعلا هي ضعيفة جدا كما كانت، يعني من المتوقع الجميع الآن يتحدث أن نسبة ما بعد الظهيرة سوف ترتفع هذه النسب، إلا أنه بشكل عام دعيني أبدأ من أقصى البقاع أي في بعلبك الهرمل. النسبة الآن بدأت تلامس الحوالي 32%، في زحلي النسبة لم تتجاوز حتى الآن حوالي 18%، والآن نحن في البقاع الغربي النسبة هي حوالي 27%. بقي حوالي 3 ساعات ونصف فقط على إقفال صناديق الاقتراع. هناك مشكلة وجدناها أنها مشتركة في كل الدوائر، هي الوقت الذي يأخذه المقترع في الاقتراع، وهنا العامل يعود لسببين: إما أن الموظف الذي يقوم بعملية الاقتراع هو غير ضليع جدا بهذه العملية وبالتالي يقوم بتأخير المنتخب، وأما المنتخب بحد نفسه هو غير جاهز لهذه النوعية من الاقتراع، وبالتالي هناك نعم. مقترعين يحتاجون إلى عدة دقائق عند ممارستهم نعم حقهم الانتخابي. نعم محمد الساحلي، كنت معنا من البقاع الغربي وتحديدا من جب جنين، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول أيضا للزميلة مريم عثمان كانت معنا من بيروت، ومن دائرة الشوف علي كانت معنا الزميلة سارة الحاف، وأخيرا من جبل لبنان دائرة جبل لبنان الأولى من جبيل وكسروان كان معنا الزميل عبد الله ظاهر. شكرا لكم جميعا على هذه الرسائل.
البعدان الداخلي والإقليمي للانتخابات البرلمانية في لبنان كان في صلب الاهتمام الإسرائيلي بها في ظل ترقب لما ستحمله نتائجها من تغيير في موازين القوى. هيثم عباني. أكثر من عامل دفع إسرائيل إلى متابعة الانتخابات النيابية في لبنان والاهتمام بنتائجها، على رأسها رصد موازين القوى الداخلية في لبنان وموقع حزب الله منها وتأثير الخارطة السياسية الجديدة على التجاذب الإقليمي السعودي الإيراني وانتهاء القيد الذي يعتقد كثيرون في إسرائيل أن توقيت الانتخابات فرضه على أداء حزب الله في مقاربته ملفات ساخنة تتعلق بها. للمرة الأولى منذ 9 سنوات تجري انتخابات في لبنان، الدولة المتأثرة بالحرب الأهلية السورية والمنقسمة بين التأثير الإيراني والسعودي تبحث عن طريقها. بعد 9 سنوات الدولة الهشة لبنان تذهب إلى انتخابات ستحسم وجهة بلاد الأرز المركبة من توازن طائفي ومعقد وحساس. السعودية تريد أن ينتصر الحريري وإيران تريد حزب الله بالطبع. الانتخابات في لبنان ستكون حاسمة للسنوات المقبلة. إدراك الخبراء والمعلقين في إسرائيل أهمية البعد الداخلي في الانتخابات اللبنانية لم يسقط من اهتماماتهم بعدها الإقليمي المرتبط بالمواجهة بين محور المقاومة وإسرائيل. الواضح أن الانتخابات مرتبطة أيضا بقرار ترامب حول الاتفاق النووي وكذلك بالمواجهة بين إسرائيل وإيران القائمة في سوريا. من ناحية إسرائيل هي تتوقع حدوث تغييرات دراماتيكية في طبيعة التهديد عليها ما دامت توقعات تشكيل القوى السياسية التي ستدير الدولة تشير إلى استمرار الوضع الراهن بحسب صحيفة هآرتس. فحكومة جديدة لن تزيل تهديد حزب الله ولن تعمل على نزع سلاحه، كما أن مستقبل ميزان القوى بين إسرائيل ولبنان متعلق بنتائج الحرب السورية وليس بنتائج الانتخابات في لبنان فقط. ومن الانتخابات النيابية في لبنان إلى الانتخابات البلدية في تونس، حيث دعا رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي التونسيين إلى الإقبال على الاقتراع في الانتخابات البلدية. السبسي وخلال إدلائه بصوته في الانتخابات البلدية في مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية سيدي فرج بسكرة في ولاية أريانا وصف المرحلة التي تمر بها تونس بالمهمة وقال إن الديمقراطية لا تفرض بل تمارس. اليوم ان شاء الله ولو الان ما زال شويه بدري يقوم بما مخر، يعني صار محل اخر النهار يظهر ان الشعب التونسي بتمامه وكماله نسائه ورجاله وابنائه كلهم يتموا مراكز الانتخاب باش يقوموا بالواجبات ومش يوجهوا رساله واضحه لتونس اولا وكذلك ايضا للعالم ان تونس تنتهز المنهج الانتخابي. ربما ما فيش كثير دول في المنخل شافوا هكذا وان هذا النهج الانتخابي نحن قاعدين نكرسه فيه يوميا، لان الديمقراطيه لا تفرض بل تمارس، والممارسه ان شاء الله علينا نقوم بالدليل على اننا نحن ماشيين في الاتجاه الصحيح في خير تونس ان شاء الله. في غضون ذلك تتواصل عمليات الاقتراع في الانتخابات البلدية في تونس، وفيما يبدو الإقبال خجولا على التصويت في ساعات الصباح الأولى فتحت صناديق الاقتراع البالغ عددها أكثر من 11,000 أبوابها منذ الساعة 8 من صباح اليوم لاستقبال أكثر من 5,300,000 مليون ناخب في أول انتخابات بلدية بعد الثورة. التونسيون يصوتون لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية بين أكثر من 2,000 قائمة مرشحة في مختلف الدوائر البلدية البالغ عددها 350 دائرة، وتتوزع القوائم المرشحة بين قوائم حزبية وأخرى ائتلافية وعدد كبير من القوائم المستقلة.
نحن كملاحظين معناتها الإقبال ضعيف على الآخر، فما كان الكبار في السن هما اللي جاوا، الشباب عزوف تام. إن شاء الله في السوايع القادمة معناتها تحرك شوية، نقول بكشي راقدين اليوم أحد، إن شاء الله من بعد تحرك شوية فيق ويجيوا ينتخبوا. اللي لاحظته اللي هو بارد مقارنة ب 2014 كان اكتظاظ كبير في 2014، يعني تحس العباد باردين. إلى ذلك قالت وسائل أعلام تونسية أن وزير الداخلية لطفي إبراهيم لم يتمكن من القيام بواجبه الانتخابي، لأن المفترض أن يكون اسمه موجودا في السجل الانتخابي لمركز الاقتراع نهج مرسيليا، بينما بالرسالة الإلكترونية وجد اسمه مسجلا في مركز الاقتراع نهج الهند. بالتثبت من مصدر من هيئة الانتخابات تبين أن اسمه مسجل في سجل الأمنيين والعسكريين بتاريخ 29 من نيسان أبريل. ومعنا من العاصمة التونسية مراسل الميادين بلال مبروك، وأيضا معنا من محافظة أريانا مراسل الميادين عماد شطارة. أهلا بكما، والبداية معك عماد. في هذه المحافظة اقترع رئيس البلاد، ما هي الأجواء لديك؟ نعم، نحن تحركنا من محافظة تونس إلى محافظة أريانا ربما لتغيير الأجواء ولمعرفة سير عملية الاقتراع هنا في هذه المحافظة المحاذية لمدينة تونس، ولكن تقريبا غيرنا المكان ولم يتغير المشهد. نسبة الإقبال ضعيفة في الساعات الأولى للاقتراع، ويكاد يكون المركز تقريبا فارغ في هذه الساعات، يعني الإقبال محدود جدا. نتفهم أن يكون الإقبال ضعيف في هذه الفترة المتزامنة مع فترة الظهيرة فترة الغداء، ولكن نحن نتحدث عن إقبال ضعيف منذ ساعات الصباح الأولى مثل ما هو المشهد في العديد من مكاتب الاقتراع. في هذه المحافظة هناك أحد المترشحين على قائمة مستقلة احتج لدى هيئة الانتخابات، استعمل رمزا لقائمته طيلة حملته الانتخابية، وتفاجأ هذا اليوم بأنه تم تغيير هذا الرمز للقائمة من قبل هيئة الانتخابات دون إعلامه بذلك. بالنسبة للإخلالات، كنا رصدنا فتحا متأخرا للأبواب في منطقة حي الخضراء. هنا رئيس المركز يؤكد بأن التوقيت تم احترامه بشدة، وسير العملية كان بانتظام وبحضور الملاحظين. وأيضا بالنسبة للذين توافدوا على مركز الاقتراع كانوا من كبار السن، من المسنين والشباب الذي تغيب عن مراكز الاقتراع. حين تحركنا من حي الخضراء باتجاه أريانا لاحظنا أنه موجود في المقاهي مكتظ، ولكنه متغيب عن مراكز الاقتراع. بالنسبة عموما في مختلف مناطق البلاد، هناك نقطة لافتة تم يعني إيقاف عملية الاقتراع في منطقة المظيلة، نظرا لأن قائمة مترشحة تفاجأ صاحبها بأنها غير مدرجة ضمن القائمات الموجودة للاقتراع في هذا اليوم، وأشعر الهيئة بذلك واحتج على هذا الخلل التنظيمي، وتم إيقاف عملية الاقتراع في منطقة المظيلة. أيضا ملاحظو شبكة مراقبون سجلوا يعني تبادل العنف بين موالين لحركة نداء تونس ولحركة النهضة، إذن العنف يحضر في يوم الاقتراع. هذا يعني بأن الصمت الانتخابي في هذا اليوم لم يحترم من قبل المتحزبين إن صح التعبير. نعم عماد، نعم سأنتقل منك إلى الزميل بلال مبروك وهو معنا من العاصمة التونسية. يعني قال لنا الزميل عماد أن نسبة الاقتراع في أريانا هي متدنية إذا صح التعبير، ماذا عن نسبة الاقتراع في العاصمة تونس؟ نعم، يعني نحن الآن في وسط العاصمة التونسية وبالتحديد في نهج الهند، هذا المكتب الذي نقف أمامه من أكبر المكاتب أو من أكبر مراكز الاقتراع في العاصمة التونسية. تقريبا لا يمكن أن لا وجود ربما لما نقوله، بالإضافة لما قاله الزميل عماد شطارة، تقريبا الوضع مشابه يعني لبقية مراكز الاقتراع في العاصمة التونسية وحتى المحافظات الأخرى. نسبة المشاركة أو نسبة الإقبال على مكاتب الاقتراع ما زالت باهتة، يعني آخر ربما تحليل للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتحدث حتى منتصف النهار عن 10% كنسبة مشاركة، وهي نسبة منخفضة جدا بالمقارنة مع نسبة الانتخابات البرلمانية في سنة 2014. يتوقع أو نأمل في الحقيقة أن ترتفع وتيرة الإقبال بعد الساعة الثانية، يمكن حرارة الطقس، يمكن أيضا يعني ساعة الغداء، ولكن نتأمل أن ترتفع هذه النسبة
في المقبل من الساعات أو في الأربع ساعات الأخيرة من هذا اليوم الانتخابي. فقط تأييدا لكلام الزميل عماد، يعني هناك اجتماع الآن للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات في جفصة، وتشير يعني بعض المعطيات أنه الهيئة قد تقرر في الساعات قد تقرر يعني في اللحظات المقبلة إرجاء التصويت في منطقة المطيلة إلى موعد لاحق. ربما هذا هو الإخلال الأكبر أو الإخلال الوحيد الأكبر الذي شاب العملية الانتخابية في تونس، وربما بقية الإخلالات هي خلالات طفيفة تتعلق بالدعاية السياسية خارج المكاتب، وتتعلق أيضا بأخطاء في بعض المسجلين للانتخاب، ولكن أمنيا وتنظيميا العملية الانتخابية تمر بسلاسة كبيرة. نعم نعم بلال مبروك مراسل الميادين، كنت معنا من وسط العاصمة التونسية، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول أيضا للزميل عماد شتارة، كان معنا من محافظة أريانا في تونس. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم. نستكمل الظاهرة من غزة، حيث أكدت كتائب عز الدين القسام أن شهدائها ارتقوا أثناء تفكيك منظومة تجسس فنية زرعها الاحتلال في قطاع غزة خلال العقد الأخير. بيان القسام أكد أن المجموعة أفشلت المخطط الاستخباري الذي كان يعول عليه العدو وأجهزة مخابراته. كتائب القسام حملت إسرائيل المسؤولية المباشرة عن الجريمة، وأكدت أن إسرائيل ستدفع الثمن غاليا وأن النتائج ستكون مؤلمة. وللتعليق على هذا البيان ينضم إلينا من غزة الباحث السياسي حمزة أبو شنب. أستاذ حمزة أهلا بك. إذن بيان كتائب القسام كان واضحا، تم تفكيك ربما أكبر منظومة تجسس فنية في غزة، ما هي آخر المعطيات الموجودة لديكم؟ بتقدير المقاومة الفلسطينية وبالذات كتائب القسام وعلى رأسها كتائب القسام استطاعت أن تفكك منظومة كان الاحتلال يسعى من خلالها إلى جلب معلومات ضخمة تمس المقاومة الفلسطينية واستراتيجياتها في مواجهة الاحتلال، إلا أن المقاومة الفلسطينية استطاعت إحباط هذا المخطط الذي كان الاحتلال على الدوام ولفترات طويلة جدا يسعى إلى تجنيد هذه الأدوات حتى يستخدمها في المقاومة. نحن ندرك أن الاحتلال خلال عدوان 2014 على قطاع غزة فشل في تحديد قدرات المقاومة، وفشل في تنبؤ بنوايا المقاومة الفلسطينية، لذلك يكثف جهده منذ انتهاء عدوان 2014 على الحصول على معلومات تتعلق بالمقاومة واستراتيجيتها، إلا أنه هذه المرة وبعد جهد طويل قام به العدو الإسرائيلي وجهازه الشباك لأشهر طويلة، كانت المقاومة متربصة وجاهزة للاحتلال الإسرائيلي وحققت إنجاز في هذا الإطار، وإن كان هناك شهداء إلا أنها استطاعت أن تحقق هذا الإنجاز بإحباط هذا المخطط وإفشاله، والنتيجة التي حصلت عليها العدو الإسرائيلي في هذه العملية هي صفر معلومات. نعم أستاذ حمزة، حتى البيان ذكر أن هناك جوانب مهمة سيتم كشفها في مرحلة لاحقة، لعل هذه البيانات المهمة لها وقعها ليس فقط داخل غزة وربما أيضا داخل إسرائيل. مما لا شك فيه، الاحتلال عندما يقوم ببذل جهد جبار، وهذا الجهد بالذات في قطاع غزة يحتاج إلى ظروف وبيئة استثنائية في ظل حالة الرفض في قطاع غزة للمواطنين في قطاع غزة، التعاون مع الاحتلال وحالة القلة التي يعاني منها جهاز الشباك، يعاني في عمليات التجنيد منذ سنة وأكثر. جهاز الشباك تعرض لمجموعة من الضربات، مجموعة من الاعتقالات الكبيرة، ومجموعة من الاكتشافات سواء على صعيد الأجهزة التكنولوجية وعلى صعيد المصادر البشرية، تعرض لكل هذه العمليات خلال الفترة الماضية وهو يعاني في مثل هذه الأمور. واليوم ومع هذا الاكتشاف الذي تحدثت عنه المقاومة وكتائب القسام، هو أيضا تحقق لديه إخفاق جديد مما سينعكس بالسلب على البحث عن أدوات بديلة تكون قادرة على إيلام المقاومة بالنسبة له، إلا أن يقظة المقاومة وجهازها الاستخباري نجح في كشف هذه العملية. نعم الأستاذ حمزة أبو شنب، كنت الباحث السياسي، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم الحرس الثوري الإيراني بتزويد سوريا بأسلحة دقيقة بهدف مهاجمة إسرائيل. وخلال جلسة الحكومة أكد نتنياهو أن إسرائيل سوف تقف بحزم ضد إيران عاجلا وليس آجلا. الحرس الثوري الإيراني ينقل إلى سوريا أسلحة متقدمة من أجل ضربنا في الجبهتين الأمامية والداخلية على حد سواء من خلال الطائرات المسيرة الهجومية وصواريخ أرض أرض ومنظومات دفاع جوي إيرانية تهدد طائرات سلاح الجو الإسرائيلي. إننا مصممون على صد العدوان الإيراني ضدنا وهو في مهده، حتى لو كان هذا ينطوي على صراع وعاجلا أفضل من آجل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستندم ندما تاريخيا إذا خرجت من الاتفاق النووي. وفي كلمة في محافظة خراسان شمال شرق إيران، شدد روحاني على أن بلاده لن تفاوض مطلقا حول قدراتها الصاروخية. أخاطب الأمريكيين والأوروبيين، إن شعبنا ملتزم بتعهداته، لكنني أقولها بصراحة للجميع، للغرب وللشرق، نحن لن نتفاوض حول أسلحتنا الدفاعية مع أحد، وسنصنع ونمتلك أي كمية صواريخ يحتاجها بلدنا، ولا أحد له علاقة بأي قرار يتخذه الشعب الإيراني للدفاع عن نفسه، والشعب الإيراني لا يخاف من أمريكا ولا من مؤامراتها. نحن مستمرون في طريق التقدم والتطور، وإذا انسحبت أمريكا من الاتفاق ستندم على ذلك بسرعة. روحاني أعلن أن إيران تفاوض العالم من أجل أمن المنطقة، لكنها ستواجه الإرهاب أينما حل فيها. نحن نرغب في الحوار مع العالم لتكون منطقتنا آمنة. نتفاوض مع تركيا وروسيا بشأن الأزمة السورية ومع دول أخرى بشأن اليمن، لكننا نقول للعالم إننا سنواجه الإرهاب في أي نقطة يوجد فيها في منطقتنا، ولن نسمح لأمريكا أن تصنع داعش من جديد ساعة تشاء وأن تحارب شعوب المنطقة، لأننا نريد أمن منطقتنا واستقرارها. كشف مستشار الرئيس الأمريكي رودي جولياني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتغيير النظام في إيران. وخلال تجمع لمعارضين إيرانيين في واشنطن، تحدث جولياني علنا عن نية الإدارة الأمريكية التحريض على التظاهرات داخل إيران. لدينا رئيس ملتزم بتغيير النظام في إيران بقدركم، ومع الوزير بومبيو عن يمينه وجون بولتون عن شماله، وأنتم تعرفون من هو جون بولتون. ماذا ستعتقدون سيحل بالاتفاق النووي؟ ومع إلغاء الاتفاق وعودة العقوبات سيكون لدينا فرصة لتصعيد التظاهرات، وباعتقادي أن هذا سيحدث بأسرع مما يتوقع الجميع. شن سلاح الجو العراقي ضربة جوية ضد تنظيم داعش في سوريا بأمر من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي. مكتب العبادي أشار إلى أن القوة الجوية واجهت ضربة موجعة ضد موقع لقيادات داعش جنوب التشيشة في الريف الجنوبي لمحافظة الحسكة داخل الأراضي السورية، وهذه هي الضربة الثانية التي توجهها القوات الجوية العراقية داخل الأراضي السورية خلال أقل من شهر. اتهمت حكومة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي الإمارات بإرسال قوات عسكرية للسيطرة على مطار وميناء سقطرى بعد 3 سنوات من وجودهم المدني. ووحد التدخل الإماراتي العسكري في جزيرة سقطرى المواقف في الداخل اليمني وسط تراجع سعودي أمام ما عدته القوى اليمنية احتلالا إماراتيا للجزيرة. سقطرى أكبر الجزر العربية وأكبر ساحات الخلاف بين دولة الإمارات وحكومة الرئيس عبد رب منصور هادي، توحد الصف اليمني للمرة الأولى بعد شتات سنوات. حكومة الرئيس هادي وحكومة الإنقاذ الوطني والحراك الجنوبي أجمعوا على أن وصول قوات عسكرية إماراتية إلى سقطرى انتهاك للأعراف والقوانين الدولية وتعد على سيادة اليمن. المنطقة التي لم تصل إليها ارتدادات الصراع بين حكومة هادي وحكومة الإنقاذ في صنعاء دخلت الحلبة، ما إن حط رئيس الحكومة أحمد بن داجر قدماه عليها حتى تبعته قوة إماراتية ب3 طائرات عسكرية محملة بجنود ودبابات ومدرعات. سيطرت القوة على منافذ مطار سقطرى وأبلغت جنود الحماية هناك والأمن القومي والسياسي وموظفي الجمارك والضرائب بانتهاء مهمتهم حتى إشعار آخر من دون إيضاح أي أسباب.
لا يحتاج الاحتلال في العادة إلى مبررات. حكومة بن داغر وفي بيان لها شددت على أنه لم يطرأ جديد يستوجب السيطرة على المطار والميناء بالقوة العسكرية، خصوصا وأن الإمارات حاضرة في الجزيرة مدنيا منذ 3 سنوات خلت. أغراب بات بن داغر ومن معه بين أعضاء هذه اللجنة السعودية التي غادرت من دون نتائج تذكر، بعدما استدعيت لبحث أسباب استخدام الإمارات قواتها العسكرية إلى الجزيرة الهادئة وتلقيها طلبا من حكومة بن داغر بضرورة مغادرة القوات الإماراتية المكان. عميق هو الخلاف اليوم بين حكومة هادي والإمارات، جواره السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها على هذه الجزيرة. وفيما رفعت حكومة الإنقاذ الوطني بقيادة عبد العزيز بن حبتور احتجاجها إلى الأمم المتحدة، تتحدث مصادر عن سعي حكومة هادي إرسال رسالة إلى الأمم المتحدة تطالب بطرد الإمارات من التحالف السعودي، فهي اليوم لا تراه إلا احتلالاً تحت عباءة الدعم. غير أن الرئيس هادي لا يوافق على هذا المقترح مخافة أن تغضب السعودية، تلك التي يلف الغموض موقفها ودورها أيضا في آخر المستجدات، فليس مقبولا أن تبدو جاهلة بما حدث ولا منطقيا أن ترضى بخطوة تضعف سلطة هادي في اليمن، لكن ترجيحات تميل إلى أن قصور السعودية قد يكون متعمدا أمام تمادي الإمارات التي تبدو تحاول تعويض ما ضاع منها في الصومال وجيبوتي. لم تسلم الأعمال الدرامية والمسرحية في اليمن من الاستهداف المباشر لها من قبل التحالف السعودي. الغارات استهدفت موقعا لتصوير مسلسل تلفزيوني رمضاني في الحديدة. أحمد زبيبة. هذا موقع لتصوير مسلسل تلفزيوني رمضاني في الحديدة غرب اليمن، تم استهدافه ب6 غارات جوية من قبل التحالف السعودي، هدف عشوائي للتحالف أدى إلى استشهاد مواطنين وجرح آخرين بينهم مصوران ومهندس ديكور وممثل في استهداف مباشر. بعثر العدوان علينا وإحنا بنجهز اللوكيشنات، وصاروا من زملائنا استشهدوا 2، مدير إدارة الديكور الشهيد عبد الله النجار، ومدير الإنتاج الشهيد محمد ناصر الوجلي، وصاروا جرحى. شح في الأعمال الدرامية في اليمن نتيجة أوضاع الحرب، وفاقم من ذلك استهداف التحالف مواقع لتصوير المسلسلات التلفزيونية، والهدف تغييب كل مظاهر الفن والإبداع في اليمن. الفنانين رغم حصارهم، رغم قلة الأعمال الذي بيقوموا فيها سواء كانت المسرحية أو الدراما التلفزيونية، إلا أنهم يعني يتعرضون لعدوان غاشم. طبعا العدوان هو لا يعرف لا صغير ولا كبير، سواء كان جانب إعلامي أو جانب فني أو أيضا جوانب أخرى. ظل العدوان يستهدف حتى أعمالنا الفنية، وكأنها يعني لا يريد أي مجال فني في البلد. قد هدم الاقتصاد، هدم البنية التحتية، ضرب الإنسان، الشجر، الحجر، كل ما هو قيم في هذا البلد. ومع توقف المؤسسات الحكومية عن دعم الأعمال الدرامية والمسرحية نتيجة الحرب، برزت جهات داعمة خاصة بديلة لتستمر هذه الأعمال رغم التحديات. يصر التحالف السعودي على استهداف الفن والإبداع في اليمن بكل أشكاله، ضاربا بعرض الحائط الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية التي تجرم كل ذلك. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صاروخاً إلى المريخ يحمل المسبار إنسايت المخصص لدراسة أعماق الكوكب. الصاروخ سيصل إلى الكوكب الأحمر في 22 نوفمبر المقبل. المسبار إنسايت مهمته تقضي بدراسة تربة المريخ الداخلية بحثاً عن معلومات محتملة عن كيفية تكون الأرض والكواكب الصخرية في المجموعات الشمسية، وهي المرة الأولى التي يجري فيها الغوص في باطن الكوكب الأحمر بعدما اقتصرت المهمات السابقة على مسح سطحه وتصويره. طول المهمة الأساسية لفترة سنة واحدة من المريخ، أي بعد 2 تقريبا من الأرض عقب هبوطها، ومن المحتمل أن تستمر أطول من ذلك بكثير.
وعلى عكس المركبات الأخرى سيضع إنسايت أجهزة قياس الزلازل التي يحملها على متنه مباشرة داخل تربة المريخ. ويوضح بروس بانرت وهو باحث يشرف على مهمة إنسايت أنه فيما تنتقل الموجات الزلزالية عبر المريخ ستقوم مقاييس الزلازل ومن خلال الانتقال بين مختلف الصخور بجمع المعلومات. بانرت يقول إنه بعد رصد عدد كبير من الزلازل في اتجاهات مختلفة قد يكون بالإمكان وضع رؤية ثلاثية الأبعاد لكوكب المريخ من الداخل، ومن غير الواضح عدد الزلازل التي ستكتشف على مدار عام تقريبا، لكن بعض التقديرات تفيد بأنها بالعشرات. نرغب بأن نعرف ماذا يجري على المريخ، فنحن نرغب بإرسال رواد فضاء إلى هناك، ونود أن نعرف من خلال هذه البعثات ما إذا كان هناك ماء على سطح المريخ قابل للاستخدام. المركبة مقرر لها الهبوط على الكوكب الأحمر في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، ويأمل الباحثون أن تساعد البيانات التي سيحصلون عليها في فهم الطريقة التي شكل بها المريخ قبل أكثر من 4 مليارات عام. وفي ختام النشرة إليكم تذكيرا بعناوينها. يلا. نسب اقتراع متفاوتة حتى منتصف النهار في الانتخابات النيابية اللبنانية، والنسبة الأقل في بيروت. القسام تتوعد بالرد على استشهاد مجموعة لها فككت منظومة تجسس إسرائيلية متطورة. نتنياهو يتهم الحرس الثوري بنقل أسلحة متقدمة إلى سوريا لاستهداف إسرائيل، ويؤكد أن مواجهة إيران الآن أفضل. روحاني يحذر واشنطن من ندم تاريخي إذا انسحبت من الاتفاق النووي، ويؤكد أن طهران لن تفاوض على قدراتها الدفاعية. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. الظهيرة من الميادين انتهت، إلى اللقاء.